محافظ صلاح الدين يتابع تنفيذ مشروع سمراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، ويتفق مع رئيس الجامعة والمسؤولين المحليين على تعاون مشترك. محافظ صلاح الدين يعد افتتاح تسجيل العقاري في بيجي خطوة لإنهاء معاناة الإرهاب، ويطالب تربية تقيد بإجراءات كورونا. قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية عسكرية في جبال مكحول، وتقتل خلية داعش المسؤولة عن جريمة المسحج بينهم الإرهابي جمال الترفة. الحكومة ترفع سقف الاستعداد للحصول على لقاح كورونا، ومراقبون يستغربون رفض بعض المنظمات غلق مخيمات النازحين.